استمرارا لما يشاع عن نية الإدارة الأمريكية طرح صفقة القرن على الأطراف المعنية، علمت مصادر إعلامية محلية أن الوفد الأمريكي للعملية السلمية سيبدأ جولة إقليمية في 20 من الشهر الحالي في محاولة لإقناع الأطراف ببنود هذه الصفقة. زيارة متوقعة تأتي في ظل أنباء نشرت في إحدى المجلات الأمريكية مفادها أن صفقة القرن تعمل على بث الخلافات بين دول الخليج والفلسطينيين بسبب موافقة الخليج الضمني عليها ورفض الفلسطينيين لأي وساطة أمريكية. تمريرا لصفقة القرن الأمريكية وتسويقها وجلب الدعم اللازم لها، يبدأ فريق السلام الأمريكي والمكون من صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومبعوث السلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات ونائبة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي مايرا ريكاردن جولته في المنطقة في 20 من الشهر الجاري التي تستمر لخمسة أيام. من المقرر أن يزور فيها الوفد الأمريكي كل من الأردن ومصر وإسرائيل، في حين يستبعد أن يزور الوفد فلسطين والتي ما زالت مصرة على موقفها الرافض للوساطة الأحادية للولايات المتحدة في العمليات السلمية. نحن نعتقد أن هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ونحن نلتزم بالقوانين الدولية والقوانين الدولية الإنسانية واتفاقيات جنيف. لا يمكن القبول بأن تكون هناك شريعات الغاب بدلا من كل قرارات شرعية دولية وقانون دولي. وكانت مصادر إعلامية أمريكية قد أفادت بأن تنسيق المواقف بين أمريكا وإسرائيل جاري على قدم وساق بشأن صفقة القرن الأمريكية، والتي وحسب ما ذكرت هذه المصادر تهدف إلى وضع خطة يرفضها الفلسطينيون ويرضى بها الخليج العربي وخصوصا تلك الدول التي تتشارك العداء لإيران، وذلك في سبيل بث الخلافات بين الفلسطينيين ودول الخليج العربي في وقت أكد فيه الفلسطينيون عكس هذه الأقاويل وحرص الدول العربية على علاقاتها مع الفلسطينيين. الحرص على أن تكون العلاقة مع دول الإقليم إيجابية، ولكن بما يحقق استقلالية كل دولة أيضا وبدون تدخل من أي جهات إقليم. وتضاربت الأنباء في الأشهر الأخيرة عن دعم سعودي لصفقة القرن الأمريكية ولقاءات جمعت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع رؤساء منظمات يهودية في ولاية نيويورك الأمريكية. صفقة القرن باتت أقرب من أي وقت مضى لتدخل حيز التنفيذ، فهل الرفض الفلسطيني تأثير على تطبيقها أم أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تأبه لأي رفض أو اعتراض وتفرض صفقتها على كافة الأطراف؟ من مدينة رام الله، عبد الرحمن الكحلة، I24 News. مجددا أرحب بالخبير في الشؤون السياسية سيد أمير أورن، مرحبا بك. فيما يتعلق بهذا النقطة، كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن صفقة القرن والطرح المرتقب لصفقة القرن، ونرى عودة الوفود الأمريكي لربما للقاءات مكوكية في الأردن، السعودية، الخليج وحتى إسرائيل، وأيضا هناك مقاطعة فلسطينية. كيف يمكن قراءة عودة هذه الأنباء في الآونة الأخيرة؟ أنت محق، تحدثوا كثيرا كلام فارغ. تعرف أن عندما يكون هناك محاكمة ويقوم القاضي بتبرئة المتهم، يجب عليه أن يقول أولا أنت بريء وبعدها يقوم بالشرح، لذلك أولا لن يصدر أي شيء. والآن الشرح المطول، واشنطن هي دولة مسألة واحدة، لا تستطيع أن تعالج أكثر من موضوعا واحدا في نفس الوقت. بالطبع يوجد هناك مسائل داخلية وتحقيقات مع ترامب، ولكن في الشؤون الخارجية لديها كوريا الشمالية ويوجد إيران التي تدور العملية، والآن سيضيفون أيضا الشرق الأوسط. هذا ليس إلا هراء. الآن بالنسبة لما يحدث في إسرائيل، نتنياهو يعمل مع شركاء من يمينه. نتنياهو هو ربما الأكثر اعتداء في الحكومة، ربما يتحدث بشكل مختلف، ولكن بالنسبة للشخصيات البارزة والمهمة، نتنياهو الأكثر اعتدالا. بنت، ليبرمان وآخرين هم أقل اعتدالا منه، ولا يستطيع أن يجلب لهم معادلة ما. وتعرف ربما سيفاجئك هذا الأمر، لا يستطيع حتى أن يجلب أي معادلة. ابنه يائير نتنياهو
لن يوافق عليها نتنياهو. حتى في داخل منزله يوجد معارضة عندما يتوجه لأي اتفاقات تبدو أكثر من لازم مساومة. ربما قد يكون أنه في ظل تحقيقاته التي أخذ بالتقرب نحو تقديم الاحتيام في بعض الملفات وربما قرار من قبل النيابة في الملفات التي تم تقديمها، ربما سيقوم نتنياهو بعملية أو لعبة ما ويقول أنه وكأنه يوافق على معادلة ما على أمل أن يرفضها محمود عباس. ولكن بالنسبة لمحمود عباس من المفضل أن يرفض أي معادلة لأنه قد لا نرى ترامب، قد يكون ترامب بطة عرجاء في نوفمبر المقبل. إذا توجهنا الانتخابات ضاع الوقت حتى 2020، لذلك يمكن إيجاد معادلة كل الأذكياء والحكماء الذين زاروا المنطقة حتى في السنوات الثمانين الأخيرة حتى جاء ترامب وطاقمه لم يعثروا على المعادلة. ترامب لن يكون الشخص الذي سجل بالمعادلة الصحيحة، هذا لا يعني أنه لن يقدم تشجيعات واقتصادية وهو يظن أن المال سيحل كل المشاكل، وهذا ما حدث مع كوريا الشمالية وكذلك في إيران، ولكن بشكل واقعي ليس كتكتيك هذا لن يتم. نعم، انضم لنا الآن عبر خدمة سكايب من رام الله السيد عبد المجيد سويلم الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك معنا سيد عبد المجيد. بداية هنا سيد أمير، واستمعت إلى أقواله، يقول بشكل واضح بأنه لن يكون هناك صفقة أمريكية للسلام فيما يتعلق بالشرق الأوسط أو فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. الموقف الفلسطيني واضح رافض حتى هذه اللحظة لأي وساطة أمريكية. كمحلل سياسي فلسطيني سيد عبد المجيد، كيف تقرأ هذه الأنباء المتكررة عن عودة الوفود الأمريكية للمنطقة وأيضا ما يشاع عن محاولة لبث الخلاف ما بين الخليجيين والفلسطينيين من خلال هذه الصفقة؟ أولا لا أعتقد بأن هذه الوفود تعول كثيرا على أن تلتقي بالقيادات الفلسطينية وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإعلان عن موقف الرئيس ترامب من القدس. لا أعتقد أنهم هم يعرفون الحقيقة بأننا كفلسطينيين لا يروق لنا ولسنا متحمسين لمثل هذه اللقاءات ولسنا بصراحة مهتمين بها. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة بدلا من أن تتراجع عن خطواتها تمعن في سياساتها المؤيدة والمندمجة بالكامل مع السياسة الإسرائيلية وترفض أن تتراجع حتى قليلا حتى تحفظ ماء الوجه يعني لمن يريد أن يتحاور معها. بصراحة الولايات المتحدة تتصرف وفق عقلية أيديولوجية وليس وفق عقلية سياسية، الأمر الذي يعني بأن المسألة باتت في غاية الصعوبة. أما محاولات يعني إيجاد نوع من الفتنة ما بين الفلسطينيين والخليجيين فهذه المحاولة بالنسبة لنا مكشوفة ومعروفة. نحن لا نعتقد بأن الإخوة الخليجيين سيطبعون العلاقة مع إسرائيل بصورة طبيعية وكما تتبنى إسرائيل قبل أن يحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا نعتقد بأنه بإمكانهم أصلا أن يقدموا على ذلك. أعتقد هم يدركون خطورة مثل هذه المسألة، والإخوة الخليجيين ليس فقط من موقع إدراكهم لهذه الخطورة وإنما من موقع موقفهم القومي. نعم. أنا لا أعتقد أبدا بأنه سيصار في يوم من الأيام إلى تطبيع العلاقة بين إسرائيل والدول الخليجية قبل أن يكون هناك حل عادل ومتفق عليه للقضية الفلسطينية. نعم، هذا ما تتحدث عنه سيد عبد المجيد سويلم ما كان عنه الاتفاق مع الدول العربية فيما يتعلق بتطبيع العلاقات، ولكن إحدى المجلات الأمريكية في الآونة الأخيرة قالت بشكل واضح بأن الصفقة تريد وتسعى لبث خلافات ما بين الخليجيين والفلسطينيين، وكأن شيئا ما من ذلك حدث في ظل التلاسل الكلام ما بين بعض الفلسطينيين وبعض الخليجيين فيما يتعلق بصفقة القرن الأمريكية، وكأن هناك استغلال واضح لمواقف الخليجيين فيما يتعلق بالملف الإيراني للحديث عن صفقة القرن وفيما يتعلق بالفلسطينيين أيضا. لا يوجد هنا مؤامرة كبرى يرغبون بذلك دق الأسفين، لأن ما الرغبة بذلك؟ ما الاستفادة من ذلك؟ زمن العيب قد ولى. ما يجب فعله الآن هو ليس استيضاح ما هي المواقف الفلسطينية، وقد كان هناك مقالة من جيسون جيبرنت في صحيفة أرس هجم فيه صاحب عريقات ومسعاه لتغيير هذا الشخص الآخر في هذا المنصب. لدى الأمريكان ما يكفي من الطرق ليعرفوا ما يفكروا الفلسطينيين ومجد فرج زار واشنطن. هناك إسرائيليين يتحاوروا مع الفلسطينيين كالجنرال بولي مردخاي. المسألة ليست معلومات ماذا قد يؤدي أو ما يستطيع فعله الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو ما سيرغب القيادة الفلسطينية بالحصول عليه. يجب أن تكون هناك رغبة سياسية كي يتم تمرير صفقة تكون
مقبولة على المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وأيضا لاجئين في الشتات، وهذا ليس بالسهل. وما يحاول فعله ترامب مبسط جدا، ويبدو أن جميع الأطراف يحاولون أن يستفيدوا ويربحوا بعض الوقت. الآن فترة الصيف ويوجد المونديال، وبعدها يوجد انتخابات للكونغرس، وطوال الوقت يوجد ذرائع أخرى ومختلفة. ومنذ سنة ونصف منذ دخول ترامب إلى البيت الأبيض، وقال أنه سيجلب صفقة الألفية وليس صفقة المئة القرن. يوجد هناك ركود بل وإنما تراجع في هذا الشأن. نعم سيد عبد المجيد، في ذات النقطة، على الرغم بالفعل من عدم وجود لربما ملامح حقيقية لهذه الصفقة ورفضها من قبل الفلسطينيين، إلا هو أنه من وجهة النظر الفلسطينية ترامب قام بخطوات أيضا في إطار أو عدم إطار وجود صفقة أمريكية للسلام، نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، خطوات أخرى لربما متعلقة في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي. كيف يمكن قراءة ذلك أيضا في إطار ما قيل في الآونة الأخيرة، ما ردت عليه الحكومة الفلسطينية من تصريحات نتنياهو؟ أيضا الطرف الإسرائيلي سيد عبد المجيد يقول بشكل واضح بالحكومة الإسرائيلية بالمتمثلة نتنياهو بأنه يجب الاعتراف بيهودية الدولة. يا سيدي، يعني فقط أريد أن أقول بأن مسألة يهودية الدولة أجرينا من على شاشاتكم ومن على شاشات كثيرة نقاشات حولها. نحن لسنا الطرف الذي يحدد طبيعة الدولة الإسرائيلية. إذا كانت إسرائيل ترى نفسها أنها دولة يهودية فليكن لها ذلك. لماذا تريد من الفلسطينيين أن يعترفوا بذلك؟ ما يعني، هل طلب أحد من الفرنسيين أن يعترفوا بفرنسية فرنسا؟ يعني ما المقصود بذلك؟ إذا كان المقصود بأن هذه الدولة تقتصر في واقعها الدستوري وولايتها الدستورية وفي سلطتها على اليهود، واليهود لهم حق الأولوية في هذه الدولة، فهذا شيء عنصري نحن نرفضه والعالم يرفض. إذا كان المقصود أن نعترف بأن هذه الأرض هي لليهود وليس للفلسطينيين فيها أي حقوق، فهذا ليس صحيحا وليس هو المطلوب. نحن اعترفنا بدولة إسرائيل ولم نعترف لا بدولة مسيحية ولا بدولة يهودية ولا بدولة إسلامية، ونرفض أن يساق الأمر كله في هذا المجرى. نحن ليس لدينا مشكلة مع اليهود، وليس لدينا نحن ليس لدينا مشكلة مع أحد في هذا العالم سوى من يعتدي علينا، سوى من يحتل أرضنا ويرفض الاعتراف بحقوقنا الوطنية التي يعترف لنا بها المجتمع الدولي. ما يعني هل توافق إسرائيل في المستقبل أن تكون الدولة الفلانية هي دولة درزية أو دولة كردية أو دولة عربية أو دولة أمازيغية؟ ما هذا التقسيم؟ ما هذا التخلف؟ لماذا يجب أن نرجع إلى القرون الوسطى في تعريف الدول وفي تحديد مقومات ومكونات هذه الدول؟ إذا كانت إسرائيل المكون فيها اليهودي هو المكون الرئيسي ليكن لها ذلك، لماذا على الفلسطينيين أن يعترفوا بذلك؟ هذه مجرد محاولات لوضع العصي يعني في العربة، هذه محاولات للهرب من السلام والتهرب من المجتمع الدولي ومن القانون الدولي. هذا لن يفيد إسرائيل كثيرا على المدى المتوسط والبعيد، قد يفيد نتنياهو، قد يفيد المجتمع السياسي الإسرائيلي الذي يتناحر انتخابيا، لكنه هذا لا يقدم للشعب الإسرائيلي شيئا. نحن اعترفنا بإسرائيل، مستعدين للاستمرار بالاعتراف مقابل أن تعترف إسرائيل بحقوقنا وفق القانون الدولي، وليس وفق أمزجة نتنياهو ونفتالي بنت أو ليبرمان، وليس حتى وفق أمزجة القيادة الفلسطينية. هناك قانون دولي وهناك أسس دولية، إما أن تقوم عملية سلام جادة وحقيقية وفق هذا القانون ووفق هذه الشرعية، وإلا فلن يكون هناك أي سلام من أي نوع كان حتى بعد مليون سنة. نعم سيد أمير، نعم بذات السياق، حتى الحكومة الإسرائيلية ربما وإن وجد طرف أمريكي ليس منحاز لأي من الطرفين، يوجد لها خطة أمريكية، الحكومة الحالية تطلب من الفلسطينيين مطالب صعبة. استمعت إلى تصريحات ابن جيس سويلم، الاعتراف بالدولة اليهودية ليس أمر مطروح بالنسبة للفلسطينيين. ההתרגשות מיותרת משום שכל העניין הזה הוא באמת רק תנאי التعاطف ممنوع لأن كل هذا الأمر لا يجب الحماس لأن كل هذا شرط مسبق يجلب فلسطين ليقولوا لا، وحين يجد لدى نتنياهو ذريعة كي يقول لماذا فلسطين لا يرغبوا بالمفاوضات. ولكن حتى اليوم شيئا قد يطفي الأمل للفلسطين، حتى في كوريا الشمالية ما حدث هو أن ترامب ألقى للكلاب شركته وحليفته كوريا الشمالية
كي يجلب الصفقة ستجلب له الاحترام. فاجأ كوريا الجنوبية على سبيل المثال بمسألة التدريبات العسكرية وكما حدث في كندا لا يهتم بحلفائه. هذا يعني أنه إذا كان يعتقد أن إسرائيل هي العائد مواجهة صفقته لن يتوانى عن إدارة الظهر لهم والمضي قدما مع السعوديين والفلسطينيين كي يجلب الصفقة، لأن ما يهم هو الآن الذاتي الخاص به. لذلك النقاش حول هذا التفاصيل أو ذاك التفاصيل لا يهم. إذا كان ترامب يعتقد أنه سيحظى بالعديد من التصفيق سيحاول إرغام إسرائيل على قبول هذه الصفقة. بالدقيقة سيد عبد المجيد، لذلك التعقيب على ما قاله سيد أمير. أنا أعتقد أن يعني إسرائيل الدولة الوحيدة الموافقة على صفقة ترامب هي الولايات المتحدة بالمناسبة. وأنا أعتقد أن زميلي عندكم يتحدث يعني صحيح ما يتحدث به، حتى أن إسرائيل لديها بعض المخاوف من هذه الصفقة. وأنا أعرف الخلفية الحقيقية لمخاوف إسرائيل. إسرائيل لا تريد أن يحدث شيئا في هذا العالم سوى أن يستمر الأمر على ما هو عليه. أي تغير مهما كان طفيفا وصغيرا تعتبره إسرائيل ضدها أو ضد مصالح اليمين المتطرف القومي فيها. أنا أعتقد أن مشكلتنا هي في نمط الأحزاب التي تحكم إسرائيل. إسرائيل هي المشكلة الحقيقية من هذه الزاوية، لا أقول الشعب الإسرائيلي، وانما اقول النمط القيادي الذي يحكم السياسي الفلسطيني. السيد عبد المجيد سويلم شكرا جزيلا لك، والسيد أمير أورن الخبير الشؤون السياسية شكرا جزيلا انت ايضا. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود الى المناظرة اليومية، فتفضلوا بالبقاء معنا.